الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال مع كتاب تلبيس إبليس الصوفية لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ولا زلنا مع ذلك الفصل في كلامهم في العلم، نبذة من كلامهم في كتاب الله، وذكرنا تحريفهم لمعاني آيات كتاب الله، ثم بعد ذلك تحريفهم لحروف وكلمات كتاب الله تعالى لتوافق هواهم. ونتابع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقد رويت لنا حكاية عن بعضهم فيما يتعلق بالمكر، إني لأقشعر من ذكرها، لكني أنبه بذكرها على قبح ما يتخيله هؤلاء الجهلة. أخبرنا أبو بكر بن حبيب، أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق، أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه قال: أخبرنا أبو عبد الله بن خفيف قال: سمعت رويما يقول: اجتمع ليلة بالشام جماعة من المشايخ، فقالوا: ما شهدنا مثل هذه الليلة وطيبها، فتعالوا نتذاكر مسألة لئلا تذهب ليلتنا. فقالوا: نتكلم في المحبة، فإنها عمدة القوم، يعني عمدة الصوفية، عمدة كلام الصوفية، وما يدور علمهم وفقههم حولها، أعني المحبة، المحبة عمدة كلامهم، أنهم يحبون الله والله يحبهم، فإذا أحب يعني واحد الآخر ذهب أحدهما في الآخر، هذه عمدة القصة، هذا عمدة كلامهم في الحلول والاتحاد. فتكلم كل واحد من حيثه من مجلسهم هذا، في كل في زاويته متفرقين، تكلم حيث هو. وكان في القوم عمرو بن عثمان المكي، فوقع عليه القول، ولم يكن من عادته، لم يكن ممن يتكلمون، كان سكوتا. فقام وخرج إلى صحن الدار، فإذا ليلة مقمرة، فوجد قطعة رق مكتوب، فأخذه وحمله إليهم، وقال: يا قوم اسكتوا، فإن هذا جوابكم في هذا الرق الذي وجده في صحن الدار. انظروا وما في هذه الرسالة، فإذا فيها مكتوب: مكار 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 مكار، وكلكم تدعون حبه، وكلكم تدعون حبه، وأحرم البعض وافترقوا، فما جمعهم إلا الموسم. كيف تحبون من صفته المكر؟ كلكم تدعون حبه وهو مكار، وهل يحب المكار؟ فالله عندهم مكار لا يحب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: هذه بعيدة الصحة، وابن خفيف لا يوثق به، وإن صحت فإن شيطانا ألقى ذلك الرق. وبعيدة الصحة لا يعني أن الحديث ضعيف عنده، يعني أن هذه الرواية ضعيفة، وإنما تصديق أن الرق قد سقط من السماء كرامة لذلك الضال المنحرف بعيد جدا، بعيد. فهل ينزل الله عز وجل شيئا كهذا ليسب به؟ فهذه مسبة في حق الله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان. وإن صح ذلك، ومثل العلماء لا يقطعون، يعني دائما تجد في كلامهم أنهم لا يتصورون المستحيل، كل شيء قد يحدث، أشياء كثيرة قد تحدث، فلا يتصور المستحيل، لكن إذا حصل كقصة مثلا الإسراع بالميت، منهم من يبالغ فيها مبالغة عظيمة، يعني
تأتي روايات وحكايات أن، وقد حدث معي رأيته بنفسي كذلك في مصر، عندما نحمل النعش كأنه يدفعنا دفعا. فمن الناس من يخف حمله فعلا وتسرع به جنازته وتقول كأن الله خففه. وهناك بعض الأثار الصحيحة في هذا الباب، حديث صحيح. وقد علم عليه علم منه الصلاح، عرف عنه التقوى. وبعضهم تجده ثقيلا لا يمكن أن تتخيل ثقله، ثقيل كأنه يقول رب ارجعوا، لا يريد أن يذهب إلى المقبرة. فأصبحوا يركضون، يعني يجعلونها من الكرامات في كل وقت، ويتلاعب الناس بها. فحتى بعض الذين عبدوا الصنم، سجدوا للأصنام، ركضت بهم نعوشهم، كما ورد في تلك القصة أن رجلا لما حضر جنازته فرأى ولده ما يحدث وهو يركض ركضا، النعش يدفعهم يركضون. فقال رجل صالح رجل صالح، كرامة كرامة. فرجع الولد إلى أمه وقال يا أمه، أنا ما رأيت أبي قد صلى قط، أبي لا يصلي، أي كرامة هذه؟ ما في كرامات، أبي لا يصلي، وكان يسب الدين وكان يفعل وكان يشرب. فأخذته ونزلت به إلى القبر، فإذا بصنمين في القبر، قالت إن أباك كان يسجد لهذين الصنمين. وقالت فلما مات حملته الشياطين على أكتافها مسرعة به لتراه يتعذب في قبره، تراه يتعذب في قبره. يعني كلها قصص، الله أعلم بصحته. لكن المقصد حتى لو حدث، حتى لو حدث، فإنهم يفسرونه على أنه قد حملته الشياطين. حتى لو حدث ذلك الأمر لفسر على أن الشيطان قد ألقاه. قال وإن صحت قصة الرق هذه، فإن شيطانا ألقى ذلك الرق، وهذا ليس مستحيلا. وكما تعلمون من قصة عبد الله، الرق الورقة، ربما يكون هو كتبها وتركها هناك، لا نعرف. هؤلاء لهم، أولا هؤلاء كالرافضة من أكذب الخلق، الصوفية كالرافضة من أكذب الخلق، يخترعون القصص والحكايات التي لا يمكن للإنسان أن يتصورها، خاصة فيما يتعلق بمسألة الكرامات. وسألوني عنهم فقد كنت منهم، ومعهم يكذبون كذبا أو لا حد له، لا حد له في الكذب. وما رأيت شيئا صحيحا من كل أكاذيبهم. وهذا الذي نفرني منهم بعد سنتين وتركتهم وذهبت إلى غيرهم. بعد عامين كاملين لم أرى إلا أكاذيب وتخيلات، تخيلات يعني أفلام هوليود، أفلام كأنك في السينما، كل صراحة. فهم كذبة. لكن مثل هذه القضية قد يحدث، يعني قد يحدث كما حدث في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزوجته التي كانت كان الشيطان ينخس عينها فتنزل سائلا، فكانوا يأتون، فدخل عليها البيت وإذا بها مرتبكة، وكان لها كاهن يهودي يرقيها من ذلك. فلما وجدها مرتبكة فتش، وجده تحت السرير رجل كبير في السن، طاعن يهودي ساحر مختبئ تحت السرير. فقالت له، يعني هو كان يعلم من أيام الجاهلية أنه كان يرقيها، فكانت تنزل عينها، فإذا رقاها توقف هذا السائل الذي ينزل. فقال لها إن آل عبد الله بن مسعود لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك، إنما ذلك شيطان. فإذا نخسها ذرفت، فإذا جاء الكاهن أو الساحر وعوذ له بالتمابس الشيطانية الشركية
وضع يده فالتأمت ويتركها فترة وهكذا ويرجع حتى يبقون دائما في حاجة إلى هذا الكاهن والساحر. إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، ثم رقاها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما رجعت لحالتها أبدا، فما عادت للبكاء. فمثل هذا قد يحدث، لأن الشياطين يعني شياطين الإنس والجن يتعاون بعضهم مع بعض، هناك تعاون ظاهر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، هناك استكثار وتعاون، حتى جماع بينهم أمور مصائب عظيمة، يعني جن يجامعون الإنسيات و إنس يجامعون الجنيات، هذا التعاون موجود، فلينتبه الإنسان إليه. فقد يحدث أن الشياطين من أجل فتنة الخلق ترمي هذا الرق مكتوبا. وإن كانوا قد ظنوا أنها رسالة من الله بظنونهم الفاسدة، فهذا من الشيطان، يعني ليس من الله عز وجل. وقد بينا أن معنى المكر منه المجازاة على المكر، فأما أن يقال عنه مكار ففوق الجهل وفوق الحماقة، ولا شك أنه يجازي على المكر. أما المكر نحمله على معناه في اللغة وكيفيته عند الله، فهذه كما بينت في الدرس أنه من باب تأويل المعنى، أو من باب تأويل المعنى، وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. فلا ينبغي أن نقول أن المكر من الله يعني المجازاة على المكر، إلا إن كان صاحبه حمله على معنى أدبي، يعني معنى بلاغي أدبي، أن معنى كلامه مكر مقابل مكر الماكرين، فيكون جزاء، فيكون ذلك جزاء لهم. إن كان هذا مقصده فيعتذر له في لفظه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم. لكن إذا نظرنا في كتب ابن الجوزي لوجدنا هذا كثيرا، ليس في هذا الباب ولكن في غيره، وقد تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم وغيرهم من علمائنا الكبار، في أنه يؤول بعض الصفات وكذلك يؤول المعاني. فنسأل الله أن يغفر له ولنا وللحاضرين. وقد أخبرنا ابن غفر، أنبأنا ابن السراجي، أنبأنا الأزي، حدثنا ابن جهض، ابن جهض من حدثنا الخلدي قال سمعت رويما يقول إن الله غيب أشياء في أشياء، غيب مكره في علمه، وغيب خداعه في لطفه، وغيب عقوباته في باب كراماته. قلت وهذا تخليط من ذلك الجنس وجرأة، تخليط، هذا تخليط، غيب مكره في علمه، كلام عظيم جدا، يعني علم الله سبحانه وتعالى مكر، فيه مكر، كما قالوا سابقا أن الله سبحانه وتعالى من مكره نعوذ بالله من الخذلان، يشغلهم في الجنة بالطعام والشراب عن رؤيته فتكون تلك عقوبة لهم، وغيب خداعه في لطفه فقد يتلطف بك خدعة لك حتى تنخدع، يوقعك في الفخ، كأن يرسل لك وأنت في الطريق وقد توكلت على الله ولم تأخذ معك زادا ولا ماء، فيرسل لك ماذا؟ أحد الناس معه طعام وشراب، فيطلع في قلبك أنك تعتمد عليه، فهذا ليس لطفا بك وإنما هو خداع لك حتى يوقعك في فلا تأخذ من الطعام والشراب، موت فطيسا. غيب خداعه في لطفه، وغيب عقوباته في باب كراماته، غيب العقوبات في باب الكرامات، كيف يغيب العقوبات في باب الكرامات؟ تحتاج إلى تفسير، ها؟ كيف يغيب الله عز وجل عقوباته في باب كراماته؟ يعني يظهر لك الكرامة كرامة وهي عقوبة لك وليست كرامة،
قضية أهل الجنة تماما. يعني هو يظهر لك أنها كرامة، أنك في الجنة وفي النعيم، لكن هي ليست كذلك، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإن كانت الجنة نعيما لك فالنظر إلى الله عز وجل هو أنعم، فإن حرمت منه فأنت معاقب. تخليط كما قال ابن الجوزي رحمه الله، تخليط وجرأة، لأنهم يقولون على الله عز وجل بما لم يقله لا هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعنا بمثل هذا في حديث في القرآن؟ هل سمعنا بمثل هذا في السنة؟ هل سمعنا الصحابة رضي الله عنهم يقولون بمثل هذا؟ إذا كان ليس في القرآن موجودا ولا في السنة موجودا ولا في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولا في كلام الأئمة الأربعة موجودا، فوالله لا نريد سماعه، ما لنا وله. تخليط. قال أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو الفضل السهلكي قال سمعت محمد بن إبراهيم يقول سمعت خالي يقول قال الحسن بن علوية خرج أبو يزيد لزيارة أخ له، فلما وصل إلى نهر جيحون، وانظروا وانظروا أين كان المسلمون. جيحون أين هو؟ في الصين. نهر جيحون وسيحون وهما كما ورد في الحديث الصحيح من أنهار الجنة، ورد في الحديث الصحيح جيحون وسيحون والنيل والفرات من أنهار الجنة، هذه في الصين. انظر إلى أين وصل المسلمون. الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أو قبلتنا. سبحان الله. ذهب يزوره في الصين في جيحون. قال فلما وصل إلى نهر جيحون التقى له حافة النهر، هذا من المكر الخفي من مكر الله حسب زعمهم الكاذب، التقى له حافة النهر، يعني لم يكن في حاجة إلى أن يركب في قارب أو يمر فوق جسر. ولو تعرفون عرض نهر جيحون، نهر عظيم، نهر عظيم كالنيل وكالأمازون أنهار. قال التقى له حافة النهر، تقربت شاطئ النهر من هنا وشاطئ من هنا، حتى لا يحتاج إلى عبارات أو سفن، بل يمشي على رجليه. فقال سيدي إيش هذا المكر الخفي؟ يخاف الله عز وجل. سيدي إيش هذا المكر الخفي؟ وعزتك ما عبدتك لهذا. ثم رجع ولم يعبد. انظر إلى الدجل وإلى الكذب، والله لو اجتمعت لي حافتاه لعبرت وسجدت. الحمد لله كرامة. قال إيش هذا المكر الخفي؟ تفهمون المعنى؟ هذا من باب تغييب العقوبات في باب الكرامات، أنه يريد أن يفتنه فيظن نفسه أن النهر قد اجتمعت له حافتاه، إذن هو عظيم الشأن. لا، لست كذلك، ارجع. سيدي إيش هذا المكر الخفي؟ وعزتك ما عبدتك لهذا. ثم رجع ولم يعبر. قال السهلكي وسمعت محمد بن أحمد المذكر، وسمعت محمد بن أحمد المذكر يذكر أن أبا يزيد قال من عرف الله عز وجل صار للجنة بوابا وصارت الجنة عليه وبالا. من عرف الله عز وجل صار للجنة بوابا وصارت الجنة عليه وبالا. من عرف الله، ولعلكم لا أدري كنتم تفهمون المعنى. يعني من فرق بينه وبين الخالق، إن فرق بين اللاهوت والناسوت، إن عرف الخالق فقد جهل نفسه، لأنه هو الخالق، لا فرق بينه وبين الخالق. فمن عرف الخالق فقد فرق بين الخالق والمخلوق،
لذلك لما فصل بين الناسوت واللاهوت يصبح للجنة بوابا وتصبح الجنة عليه وبالا، لأنه ينزل من مرتبة الخالق إلى مرتبة المخلوق. تخليط لا معنى له. قلت هذا جرأة عظيمة، هذه جرأة عظيمة في إضافة المكر إلى الله، إلى الله عز وجل. هذه جرأة عظيمة في إضافة المكر إلى الله عز وجل، وجعل الجنة التي هي نهاية المطالب وبالا، وإذا كانت وبالا للعارفين فكيف تكون لغيرهم؟ إذا كانت الجنة وبالا وعذابا للعارفين المتقين فكيف تكون لغيرهم من عوام الناس ومن عصاتهم؟ وكل هذا منبعه من قلة العلم وسوء الفهم، كل هذا بسبب قلة العلم، بسبب الجهل وسوء الفهم. أخبرنا ابن حبيب، أنبأنا ابن أبي صادق، أنبأنا ابن باكويه، حدثنا أبو الفرج الورياني، حدثنا أحمد بن الحسن بن الحسني ابن محمد، حدثني محمد بن جعفر الوراق، حدثنا أحمد بن العباس المهلبي أو المهلبي، قال المهلبي نسبة للمهلب، المهلب بن صفرة، قال سمعت طيفور وهو أبو يزيد واسمه طيفور، عجيب، أنا أعرف أن طيفور هذا مصارع، سمعت طيفور وهو أبو يزيد يقول العارفون في زيارة الله تعالى في الآخرة على طبقتين، العارفون في زيارة الله عز وجل وتعالى في الآخرة على طبقتين، طبقة تزوره متى شاءت. الله يهديكم أخي، والله لهم أشياء الحقيقة قاتلة، لهم عجائب. أنتم تظنون أن هذا الكلام في الكتب فقط، والله لقد عشته أشكالا وألوانا أخرى مختلفة من هذا ومن غيره، عشته. لهم من العجائب ما أحيانا كنت أضطر أن أنزوي في مكان أهرب في الحمامات حتى أضحك، ما أتحمل. وهناك قصص لا يمكن أن يذكرها الإنسان على حتى لا يعني ما أسمع، وإلا لهم قصص مضحكة. هم الرافضة، وسبحان الله كل الملل والنحل، كل الملل والنحل الضالة والمنحرفة تجد لهم هذه المضحكات المبكيات. الرافضة رأيت صورهم في 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 إحدى بلدانهم وقد طلوا أنفسهم بالغائط، بالغائط من الرأس إلى السأس، مد البصر آلاف، حسبته طينا، أنا حسبته والله طينا، طلاء كامل، يعني طبقة سميكة من الغائط على أجسامهم كاملة من الرأس إلى القدمين، فحسبته طينا، قلت يمكن العلاج بالطين، هناك علاج بالطين، إذا سمعتم عنه علاج أنواع من الطين الحمامي المعين هذا يضعونه على الجسم كامل في الهند وفي عدة بلدان، وفي علاج طيب مواد فوسفورية و يعني مواد الله أعلم ماذا تفعل، معادن و... فحسبته كذلك، فأرسل لي أخ يعني رسالة بالبريد الإلكتروني فيها تلك الصور، وفيها صورة من مجلد من 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 صفحة لمجلد في للكلين تاعهم هذا أو لأحد الطوسي ولا أحد المخرفين، فإذا به يقول أن المقصودين من كان في مقامه من هؤلاء السادة غائطهم أطهر من تراب، من تراب كربلاء ومش عارف من تراب مكة، فهم يجمعونه طوال السنة، يجمعونه طوال السنة ثم لهم يوم معين يجتمعون ويأخذونه ويطلون به أنفسهم، والله الصورة عندي لمن أراد أن يشاهدها آتيكم بها. فهمت الآن إيش المنظر هذا، أنا ما فهمتش ماذا هناك، ما فهم ما هي القصة، فتجد لهم عجائب مضحكة مبكية. فكل أصحاب الملل والنحل والأهواء يفعلون أشياء، وكذلك أشاهد قبل كم من يوم في البحرين ومش عارف أين أهلاف يا أخي، الواحد منهم كالعجل السمين، كالعجل والله، يعني حاشا للعجل أن يكون هكذا،
كل واحد معه سيف ويطبر يضرب نفسه والدماء تسيل منهم. ايش هذا؟ ما ايش ايش شيء مقزز قرف. اي دين هذا الذي يأمر بهذا الشيء؟ والله تشويه يعني لا ادري. رايت النصارى كذلك فرقه من النصارى تفعل نفس الشيء، الضرب هذا والدماء. عقائد، اي عقيده فاسده تبدا بالمليمتر في الزاويه ثم تصبح لا نهايه. فساد في العقائد، فساد في التصور، فساد في التصرفات. ليس هناك اتزان، ليس هناك دين يحكمك ويقيدك هذا الصواب وهذا الخطا. لا، يفتح لهم باب كل شيء. لماذا؟ لان المخترع لهذا انسان بشر على هواه، كما يفعل البابوات. البابا الذي هو المعتمد السامي للرب في الارض، نائب الرب في الارض، طالما انه نائب الرب في الارض يفعل ما يشاء ويخترع لهم اي شيء ومن سيرده. فلما تقول لي انا ادهن نفسي بالغائط، ما هذا؟ اين عقول هؤلاء الناس؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل. فعلا انعام، حيوانات تمشي على الارض لا عقول لها. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا تصور انسان مهما كان، مهما كان من الحماقه ويسمى انسانا بشرا كرمه الله واعطاه العقل، ان يلهى نفسه بالغائط، لانه الغائط غائط الشيخ، غائط السيد بتاعه. سيد ايش وغائط ايش؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. قال سيدنا: سمعت طيفور وهو أبو يزيد البسطامي يقول: العارفون في زيارة الله تعالى في الآخرة على طبقتين، طبقة تزوره متى شاءت، عندهم أبونمنت، عندهم هذا الكرت الشهري أو السنوي، يعني ما يحتاجون إلى قطع تذاكر، يزورونه متى شاء، وطبقة تزوره مرة أو مرتين ثم لا تزوره بعدها أبدا. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا رآه العارفون أول مرة جعل لهم سوقا ما فيه شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فمن دخل منهم السوق لم يرجع إلى زيارة الله أبدا. يعني إحنا فهمنا أن الدنيا دار، أن الدنيا دار امتحان وابتلاء واختبارات، وعليها في الآخرة إما أن تعاقب في النار مخلدا خالدا فيها أبدا، إما أن تعاقب في النار فترة وتخرج منها إلى الجنة، إما أن تكون في الفردوس الأعلى، وإما أن تكون في أدنى الجنة ولك مثل هذه الأرض 10 مرات. أما اختبارات في الجنة داخل الجنة، يعني ذلك آخر أهل النار خروجا منها، وهو كذلك آخر أهل الجنة دخولا، له مثل هذه الأرض 10 مرات. بعد ذلك الاختبار الذي اختبره الله عز وجل على حافة الجنة عندما قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أتهزأ بي وأنت رب العالمين، كان هذا آخر الاختبارات، انتهى الأمر. الآن الجنة، الجنة ليس فيها اختبارات، الجنة ليس، يعني لو الجنة فيها اختبارات والدنيا فيها اختبارات، الآخرة فيها اختبارات والدنيا وماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا إذا بعد هذه العبادة وهذا التعب وهذا الحفظ وهذا العلم أني أدخل الجنة وتعقد اختبارات في الجنة مرة أخرى؟ يعني بعد أن تأخذ الدبلوم في الهندسة يختبروك مرة ثانية؟ ما أخذت وخلاص هذه شهادة، ولو أصبح الصفر لا أعرف شيئا ما حد يختبرني، أنا أصبحت مهندسا قضي الأمر. فانظر إلى 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 هذا الدجل. قال: يجعل لهم سوقا ليس فيه ما يباع ولا يشترى، يعني خداع فقط، خداع بصري
يجعل لهم فيه أناس رجالا ونساء يتحركون كأن بيعا وشراء في الجنة. فإذا دخلوا هذا السوق كانوا من الأغبياء، لأنهم انشغلوا عن لذة النظر إلى الله عز وجل وعن زيارته بماذا؟ بالسوق. كيف تكون عند الله تزوره ثم تنشغل عنه بالسوق؟ ثم قال: وقال أبو يزيد: في الدنيا يخدعك بالسوق، وفي الآخرة يخدعك بالسوق، فأنت أبدا عبد السوق. يعني فأنت عبد السوق في الدنيا وعبد السوق في الآخرة. تخريف، ربما لا أحتاج أن أرد عليه، لكن تخريف ولا أن يشرح. فهذا كذب ومحال، فهذا كذب ومحال. وإنما هذه السوق فعلا ستكون وسيسعد الناس بها ممن دخلوا الجنة ويرجعون إلى أهليهم وكأنهم يعرفونهم لأول مرة، ويرجعون إلى نسائهم وهن أبكار، ويرجعون وقد عبقت، يعني عبقوا بالعطور وسعدوا بالحبور. وهذا كلام فاضل. الله عز وجل يعاقب الناس في الجنة. الجنة ليست محل عقاب ولا محل حساب ولا محل ألم، ولا فيها شيء من أمور الدنيا. الناس فيها لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يدفلون ولا يعرقون إلا رشحا كرشح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهرمون ولا يمرضون ولا شيء من أمور الدنيا هذه كلها ذهبت. أنت في نعمة، نسأل الله أن يسكننا إياها يا رب. قال المصنف رحمه الله: تسمية ثواب الجنة خديعة وسبب الانقطاع عن الله عز وجل قبيح. كيف تنسب الخديعة إلى الله مطلقة هكذا؟ هذا كفر بالله عز وجل وإلحاد في أسمائه وصفاته. فإن الخديعة تنسب إلى الله مقيدة في معرض الرد على المخادعين. الخديعة يخادعون الله ويخادعهم، فالخديعة تنسب في معرض الرد على المخادعين. وإنما يجعل لهم السوق ثواباً لا خديعةً، فإذا أذن لهم في أخذ ما في السوق ثم عوقبوا بمنع الزيارة فقد صارت المثوبة عقوبةً. هذا غير معقول. ومن أين له أن من اختار شيئاً من ذلك السوق لم يعد إلى زيارة الله تبارك وتعالى ولا يراه أبداً؟ نعوذ بالله من هذا التخليط والتحكم في العلم والإخبار عن هذه المغيبات التي لا يعلمها إلا نبي، فمن أين له علمها؟ وكيف يكون كما قال أبو هريرة راوي الحديث لسعيد بن المسيب: جمعني الله وإياك في سوق الجنة. يعني أبو هريرة رضي الله عنه ليس هو هذا الحديث، يعني بصفة عامة أبو هريرة رضي الله عنه من رواة الحديث، قد روى ما يربع على 9000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا منها نصفها تقريبا. هو الذي قال وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علم بما يقول، يقول لسعيد بن المسيب التابعي رضي الله عنه شيخ التابعين: جمعني الله وإياك في سوق الجنة، أفترى أبا هريرة رضي الله عنه طلب ترك العقوبة بالبعد عن الله عز وجل؟ لكن بعد هؤلاء عن العلم أو بعد هؤلاء عن العلم واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدة أوجب هذا التخليط. كل هذا بسبب الجهل وبسبب ترك العلم. وليعلم أن الخواطر والواقعات إنما هي ثمرات علمه، أو ليعلم الإنسان أن الخواطر التي تمر في الذهن والواقعات تخيلات والتصورات إنما هي ثمرات علمه، إنما هي ثمرات العلم الذي زرعته الآن تحصد ثماره، ثمرات العلم. فمن كان عالما كانت خواطره صحيحة، ومن كان جاهلا لأنها ثمرات علمه. من كان عالما كانت خواطره صحيحة لأنها ثمرات علمه، كما أن علمه صحيح فما يخطر بباله لابد أن يكون يعني نتاجا لهذا،
فالإناء ينضح بما فيه، الإناء ينضح بما فيه. يعني المهندس علمه الهندسة لا يمكن أن يأتي ويعمل عملية جراحية أو يخطر في باله اختراعات، يعني يجلس هكذا ثم يخطر بباله كيف سأقص الزائد الدودية للمريض بحيث لا نفتح الجلد، نخترع جهازا يدخل عن طريق الفم ونقص الزائد الدودية أو عن طريق الشرج. ايش دخل المهندس؟ المهندس ممكن يتصور كيف نبني بناية لو ضربت فيها قنبلة نووية ما تهدها، ممكن يتصور أي شيء متعلق بالهندسة، لأن الذي في بطنه هندسة، العلم الذي عنده هندسة ليس طبا. أما الطبيب لو جلس يفكر في الجراحات وكيف يطورها طبيب. إذن الاعتقادات، الخواطر، الواقعات ثمرات للعلم الذي عندك. والإناء ينضح بما فيه، فإناء العسل ينضح عسلا وإناء الخل ينضح خلا. ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلها حظه، ثمرات الجهل كلها حظه، في بطنه جهل يخرج عليه جهل. ورأيت بخط ابن عقيل، وهو مولفاء ابن عقيل شيخه، جاز يعني مر أبو الوليد، جاز أبو يزيد على مقابر اليهود، جاز أبو يزيد أو أبو يزيد على مقابر اليهود، فقال ما هؤلاء حتى تعذبهم؟ يخاطب الله عز وجل، يخاطب نفسه، فهو الله، ما هؤلاء حتى تعذبهم؟ كفوا عظام، جرت عليهم القضايا، اعفوا عنهم. ما هؤلاء كف عظام؟ يعني مثل ما نقول كف عدس، كما يقول الناس، يعني شيء محتقر، شيء لا قيمة له، يعني مجرد شيء من العظام عليه شيء من الجلد واللحم. كف عظم، كف عظام، كف عظام جرت عليهم القضايا، يعني جبرية، أنت الذي أجبرتهم على أن يكونوا يهودا، كتبت عليهم هذا وأجبرتهم عليه، فكيف تعذبهم؟ يعني أنت ظالم أيها الرب، اعفو عنهم، اعفو عنهم. قال المصنف رحمه الله وهذه أو هذا قلة علم، وهو أن قوله كف عظام احتقار للآدمي، احتقار للإنسان، فإن المؤمن إذا مات كان كف عظام، لأنه يصغر، إذا مات يؤكل لحمه، يعني الدود يأكل لحمه، تحلل تبقى العظام وتنخر وتضعف حتى يصبح كومة صغيرة من العظم. فإن المؤمن إذا مات كان كف عظام، كذلك يعني قصده وقوله جرت عليهم القضايا، فكذلك جرى على فرعون. ما الفرق بين فرعون وبين هؤلاء وبين غيرهم؟ وقوله اعف عنهم جهلا بالشريعة، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف تطلب من الله عز وجل أن يغفر لمشرك؟ وهذا جهل بالشريعة واعتداء في الدعاء. وأنه سنة القدس ليكونن في آخر أمتي أقوام يعتدون في الطهور، في الوضوء وفي الدعاء، في الطهور وفي الدعاء، كأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير قضاء كونيا علمت أنه لن يتغير. كان يقول اللهم مثلا اللهم اقلب الليل نهار، يكون في الليل يقول اللهم اجعله النهار على سبيل المثال، اللهم اوقف الشمس، اوقفها ساعة فقط، عندي شغل اوقفها ساعة، كيف؟ هل أنت تريد أن تغير القضاء الكوني؟ أو اللهم أحيي هذا الميت، فهذا اعتداء. فلو قبلت شفاعته في كافر لقبل سؤال إبراهيم، أو لو قبلت شفاعة في كافر لقبل سؤال إبراهيم، ها؟ لقبلت شفاعته بيزيد، لا حرج،
لو قبلت شفاعته لكان من الأبواب الأولى أن تقبل شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم في أمه، أو لو قبلت شفاعة في كافر لقبل سؤال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في أبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم في أمه، فنعوذ بالله من قلة العلم. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وأمه ماتت كافرا، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه في الأبواء ونزل وقال دعوت الله عز وجل أو سألت الله أن أستغفر لها فأمرني ألا أستغفر لها، وقال كلمة أخرى، لأنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا عند قبرها، سألت الله عز وجل أن أزورها فأذن لي أن أزورها، وسألته أن أستغفر لها فنهاني أو فمنعني. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فحزن الرجل وقال أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك كلاهما في النار. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار وهما والدا نبي، وأبو إبراهيم عليه السلام الذي هو عمه أو أبوه آزر في النار، وسيأتي يوم القيامة ويحاول إبراهيم عليه السلام أن يشفع له كذلك، فينهى عن ذلك يوم القيامة، حديث صحيح البخاري. ثم ينظر تحت قدميه فإذا به ذيخ عظيم ملطخ بالدماء على هيئة ضبع، ذكر الضبع يسمى بالذيخ، والجيئل والأنثى تسمى جيئلة، وأم عامر وأم ناشر. فيجد إبراهيم فيجد أباه تحت قدميه في النار في جهنم، يعني ينظر إليه من تحت قدميه، هذا المعنى، ولكن لأن حتى لو يفهم المعنى أن إبراهيم عليه السلام يكون في النار، لأنه كان في النار في الدنيا فما يكون فيها في الآخرة. فوجده تحت قدميه وهو في هيئة ذيخ ملطخ بالدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أبواه كافرين ومات أبو إبراهيم كافرا، ولم يشفع لهما أو لهم جميعا أن أبناءهم أنبياء، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والرافضة المناعين والصوفية كذلك يدعون أن أباء الأنبياء وخاصة أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الجنة وليس في النار، يدعون ذلك علنا، ويفسرون الحديث أنه أراد أن يرضي الرجل المسكين الذي حزن لأبيه، فقال يعني الله أبي وأبوك في النار، أراد أن يرضيه، وأن هذا كذب وافتراء من قبل أهل السنة، وأنهما ليس في النار بل هما في الجنة إلى آخره. حتى أبو طالب في الجنة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب على إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا كله أحاديث كاذبة، كلها أحاديث عندهم كاذبة. أما نحن عقيدتنا أننا إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضي الأمر، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه وأن أمه في النار فهما في النار، قضي الأمر، ولا يهمنا، يعني هو الذي أخبرنا ولسنا نحن الذين اخترعنا ذلك. أنبأنا أبو الوقت، وهذا عجيب، عبد الأول بن عيسى أنبأنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني، حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن قوري الحوباني، أنبأنا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي المعروف بالسراج قال كان ابن سالم يقول عبر أبو يزيد على مقبرة اليهود فقال معذورين، ومر بغير المسلمين فقال مغرورين، ومر بغير المسلمين فقال مغرورين، ويقسمهني بقبر. لماذا قرأته غير؟ عجيب سبحان الله، بقبر غير. عبر أبو يزيد على مقبرة اليهود فقال معذورين، ومر بمقبرة المسلمين فقال مغرورين، أو بقبر المسلمين بمقبرة، هي الأصل مقبرة، بمقبرة المسلمين فقال مغرورين. وهذا يذكرني الآن يذكرني لبعض إخواننا، ها؟ كيف؟ الله المستعان. يذكرني بعض إخواننا
هداهم الله عز وجل، الذين إذا رأوا إخوانهم من الإخوة الذين يطعنون على العلماء وعلى أهل العلم وطلبة العلم، يرى اليهودي والنصراني في الشارع يفتح له فمه هكذا ضاحكا متبسما، وإذا رآك قال قوة القحطان: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، عقد لك حاجبيه وكشر في وجهك وأخرج لك أنيابه. يا أخي أنا مسلم وذاك يهودي ونصراني أو بوذي، أنا أولى، تبسمك في وجهك صدقة. حتى بلغ الحد ببعضهم أن قال أن الملك فهد كافر، والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أفضل عند الله وعند المسلمين من الملك فهد، لأنها كتابية، أما الملك فهد فهو كافر مطلق ومباح الدم، أما هذه كتابية. فانظروا إلى هذا التخليط وهذا الجهل. أولى الناس بك المسلمون، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية بين المسلمين عظيمة جدا، والمحبة، وكلما ازداد إيمانك ازداد ولاؤك لك، ويوالى المرء على قدر دينه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الموالاة على قدر ما عندك من إسلام ودين. حتى أنه ذكر في معرض كلامه عن ابن عربي قال: وهو أفضلهم، ونواليه على قدر، مع أنه قال فيه زنديق، على قدر ما عنده من الإسلام. فقضية الولاء والبراء هذه قضية خطيرة جدا، فلا بد أن يكون عندك ولاء للمسلمين ولو كان عندهم معصية، ولو كان عندهم معصية، تواليه على قدر ما عنده من إيمان وإسلام، يزداد حبك له كلما زاد إيمانه، يقل حبك له، لكن عندك ولاء وفي محبة بالقدر الذي يكون عليه دينه. أما أن تبتسم في وجه الكافرين وتعقد العبسة في وجه المسلمين، يعني هذا كلام فاحش. إذا قال لليهود، مر على مقبرة اليهود فقال معذورين، ومر بمقبرة المسلمين فقال مغرورين، هذا تخليط. قال المصنف رحمه الله: وفسره السراج فقال، الآن هذا يعتذر لهم، السراج الطوسي يعتذر لهم، قال: كأنه لما نظر إلى ما سبق لهم من الشقاوة من غير فعل كان موجودا في الأزل، وأن الله عز وجل جعل نصيبه سخط، فلذلك عذر، يعني لأنهم قد كتب عليهم في الأزل جبرية، لأنه كتب عليهم في الأزل أن يكونوا يهودا، فحرام أن يعاقبهم الله، لا يجوز لله أن يعاقبهم لأنه كتب عليهم ذلك. وأما المسلمون فقد كتب عليهم في الأزل أنهم مسلمون وعصوا الله، فيستحقون لأنهم مغرورون. وهذا التناقض، كما أنه كتب على اليهود أن يكونوا يهودا، فقد كتب على هؤلاء العصاة أن يكونوا عصاتهم ولو كانوا من المسلمين، فلماذا يعني تفرق بين متشابهين؟ لماذا أنت مع هؤلاء جبري ومع هؤلاء كيف؟ مثلا على سبيل المثال كمان، وما أدراه بأنهم عصاة، من أين عرف أنهم عصاة؟ طبعا مكشوف له الحجاب، هو رب، نسيت أنه رب. قال المصنف رحمه الله: وتفسير السراج قبيح، لأنه يوجب ألا يعاقب فرعون ولا غيره. كلامه هذا وتفسيره واعتذاره لأبي يزيد فيه معنى قبيح، وهو معنى جبري، هؤلاء جبرية، ويدل هذا على أنه لا يعاقب فرعون. لذلك هم يقولون إيمان فرعون وإيمان موسى واحد، نفس الدرجة، إيمان فرعون وإيمان موسى بنفس الدرجة، لأن فرعون قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقد آمن، فإيمان فرعون كإيمان موسى. فنعوذ بالله من التخليط، ونعوذ بالله من الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان عندكم أسئلة في الباب نأخذها إن شاء الله. تفضل خذ المكبر. سني ولا رافضي؟ لا هو رافضي. الله المستعان. هذا لا أدري، يعني لابد أن تنظر في مدى تعليمه، هل عنده ثقافة وعلم يستطيع القراءة ولا ما يستطيع؟ يستطيع. تأخذ له بعض السيديات وبعض الكتب، وحاول أن لا تعطيه إياها مباشرة. يعني اجعل الكتاب معك وقل له وقع في يدي كتاب أو قرص، واجعله يكون فضوليا، هو يحب يعرف ماذا فيه، وقل له أعيرك إياه وترجعه لي، وأعطيه القرص يسمع. عندنا أقراص، الأخوة يعطوك أقراص إن شاء الله. أعطيه القرص واجعله يسمع ويشاهد بعينيه ويسمع كلام أئمتهم الأوائل العظام من أهل البيت الذي يتبرأ منهم، ويقرأ شيئا من هذه الكتب، وإن شاء الله يهديه الله. لكن أنت ارفق به وحاول أن تصاحبه، أن تكون يعني عطوفا عليه ورحيما به، وتتمنى له الهداية، تدعو له. حاول معه قدر ما تستطيع أن تتودد إليه، لا من باب أنه يستحق المودة، فهؤلاء لا يستحقون إلا العصا على رؤوسهم، لكن من باب المصلحة الدعوية، حتى يقبل منك الكتاب ويقبل منك النصيحة. حاول أن تكون قريبا منه، ثم حاول أن تأتي به للمسجد مرة، لكن ما تقول له تعالى الشيخ يتناظر معك أو يتناقش معك، لا، أتي به إلى المسجد ودلني عليه. لذلك قال الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة، نحن أحيانا فتنة. لذلك أنت لا تخوض معه في مثل هذه النقاشات، ما في داعي أن تخوض معه في النقاشات. حاول تصطاده أن تصطاده مرة وتأتي به إلى المسجد، بس أخبرني، اتصل بي بالتليفون، قل له تعالى في وليمة، نصنع له طعام، وليس في وقت درس مثل هذا، ولا في وقت صلاة، يكون وقت بعد الصلاة، حتى أنزل معه تحت ونجلس ونحاول بطريقة سياسية أن ندخل معه، ولعل الله أن يهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ترى كثير من إخواننا حتى في هذا المسجد كانوا رافضة وهداهم الله عز وجل في جمع كبير، لكن لا أحد يعرفهم من الإخوة حتى يصلون معنا في الصف الأول، كانوا رافضة قح، وربنا سبحانه وتعالى هداهم عندنا في المسجد القديم، والحمد لله التزموا اليوم، ولا تعرفهم أبدا، وهم يشنون حرب على الرافضة. يعني حرب إيش على الرافضة؟ حتى ما يفهم الإنسان منا فهما خاطئا أننا نريد قتلهم أو نريد، إنما نريد هدايتهم بالحق، نريد أن نغير هذا الدين الذي كله طعن، دين مبني على الطعن والسب واللعن والتكفير هذا دين الإسلام، دين سمح، الإسلام دين سمح. يعني أبو بكر رضي الله عنه، عمر قال عن الخادم أنه ينام نوم الضحى، يعني ينام يوائم
نوم بيتكم، يعني ينام كأنه ينام في بيته في الحضر، ما قال شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى لحمه بين أنيابكما. ما انظر، الإسلام يحافظ على المرء، دين ليس فيه طعن ولا لعن ولا فيه مسبة ولا فيه الكلام كله، ليس فيه. فهؤلاء دينهم مبني على هذا، فنحن نريد أن ننقذه. قفوا ولا تطعنوا ولا تلعنوا ولا تسبوا أمهات المؤمنين ولا تسبوا الصحابة، دعوكم من هذا، دعوكم من هذا الفحش. فهذا الذي نريده. بارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.